أكدت الكويت اليوم ضرورة إعادة النظر في التعامل مع ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات عبر تفعيل الجهود والعمل ضمن دائرة الأصدقاء والحلفاء، ليعلم الجميع بأن ما نطالب به عادل وما نسعى إلى تحقيقه أمر مستحق. جاء ذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية خالد الجار الله أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الموقف الأمريكي من الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف الجار الله أن الكويت تدين الإعلان الأخير بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، وتعتبره محاولة لشرعنة المستوطنات، وهو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.